يحكى أن جماعة من الأعراب خرجوا للصيد فاعترضتهم ضبعة فطاردوها، وكان الجو شديد الحر، فدخلت الضبعة بيت أعرابي فوجدها الأعرابي مجهدة في ذلك الحر الشديد، ورأى أنها قد التجأت إليه مستجيرة به، فصاح بالقوم: ما شأنكم؟ قالوا: هذا صيدنا وطريدتنا. قال: إنها قد أصبحت في جواري ولن تصلوا إليها وسيفي في يدي. فانصرف القوم تفاديا للفتنة، ونظر الأعرابي لها فرآها جائعة، فقام إلى شاته فحلبها وقدم لها الماء واللبن، فشربت حتى ارتدت لها عافيتها. فلما أقبل الليل نام الأعرابي مرتاح البال بما صنع للضبعة من الإحسان، لكن الضبعة هذه نظرت إليه فوجدته نائما، فوثبت عليه وبقرت بطنه ونهشت لحمه وأكلت منه ما أكلت، وتركته صريعا وسارت. وفي الصباح أقبل ابن عم الأعرابي عليه فوجده قتيلا، فاختفى أثر الضبعة حتى وجدها فرماها بسهم فقتلها، ثم أنشد قائلا: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. ما أكثر الضباع في هذا الزمن الذي يلتجئون إليك فتصنع معهم المعروف في وقت الشدة، وفي وقت الرخاء ينهشون فيك من غيبة ونميمة. السلام عليكم.